قوله إنه خالع زوجته ثلاثا، فهذه مسألة طلاق ثلاث. وإذا كان يريد الرجوع إلى زوجته فإنه موضع خلاف بين أهل العلم، هل له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه المرأة أو ليس له أن يراجعها. والراجح أنه يجوز له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه الطلقة. فإن في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، قال كان الطلاق الثلاث واحدة. فلما تتايع الناس في هذا قال عمر رضي الله عنه أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم. وهذا نص صريح بأن إمضاء الثلاث على البينونة أمر اجتهادي من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وكما أن هذا مقتضى النص فهو أيضا مقتضى النظر، فإن الطلاق الثلاث أمره إلى الشرع لا إلى الإنسان. والإنسان لو قال أستغفر الله ثلاثا، سبحان الله ثلاثا، لو قال دبر الصلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم قال بعده 33 ما كتب له 33. فإذا كان هذا لا يحصل في الأمور المرغوبة المحبوبة إلى الله عز وجل وهو الإثابة على ذكره وطاعته، فكيف يكون في الأمور التي غاية ما هي أنها من الأمور المباحة كالطلاق؟ فإنه لا ينبغي، يعني فإن النظر والقياس الصحيح يقتضي أن طلاق الثلاث واحدة، فيكون مؤيدا بالنص وبالنظر. كما أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. والطلاق للعدة لا يكون إلا والمرأة في عند زوجها، أي غير مطلقة، لأنها إذا طلقت بعد أن طلقت في نفس العدة لم تكن مطلقة للعدة. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله لو أن الرجل طلق امرأته اليوم وبعد أن حاضت مرتين أردفها بطلقة ثانية فإنها لا تستأنف العدة بهذه الطلقة الثانية، لا تستأنف العدة بهذه الطلقة الثانية. دل ذلك على أنها طلقة لغير العدة، وإذا كانت طلقة لغير العدة صارت غير مأمور بها، لأن الله يقول طلقوهن لعدتهن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق الثلاث ولو بكلمات متفرقة لا يقع إلا واحدة فقط، إلا إذا تخلله رجعة أو عقد نكاح جديد.